يتسع ليحمل الجزائر. الراحل محمد بورغياف كان ينام ليله على حلم، ولو حلم لخدمة الجزائر بعد أن أعطاها زهرة شبابه. ينهض الصباح ومع أولى النسمات يتنفس ويستنشق ريحا آسيا من الجزائر. أرجو المعذرة، هذا هو الرجل الرمز، لم يكن صعبا عندما يقال له الجزائر تناديك. كان بمثابة الضرب على الوتر الموجع. محمد بورغياف عاد إلى الوطن لتلبية نداء الوطن. أية مهمات صعبة انتظرت صراحة واحد من أعظم أبناء الجزائر، محمد عباس.